تحت الشمس معي أنا أماني. مرحبا. مع كل بداية حديث عن امرأة سورية من خلال فقرتنا بنات الشمس، فكر قديش في نساء سوريات قدموا لهالبلد وقلال اللي بيعرفوهن أو حتى سمعوا عنهن. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم باحثة ومحاضرة وأستاذة، وهي الدكتورة نجوى عثمان. دكتورة نجوى عثمان محاضرة بجامعة حلب ومدرسة لمقررات الآثار والفنون الإسلامية وتاريخ الفن والعمارة والمسكوكات الإسلامية. حاضرت بكتير من المنابر الثقافية، منها مديرية الثقافة وجمعية العاديات ونقابة المهندسين ومعهد التراث وكلية الآثار والعمارة والقنصلية التركية، بالإضافة لأبحاث ودراسات كتيرة قدمتها بالمؤتمرات والندوات اللي بتنعقد بتاريخ العلوم واللي زاد عددها عن 35 بحث. الدكتورة نجوى عثمان من مواليد مدينة الباب بحلب سنة 1954، حصلت على شهادة الهندسة المدنية من جامعة حلب، وبعد 3 سنين اتجهت لدراسة التراث العربي الإسلامي والتحقت بمعهد التراث العلمي العربي بحلب. حصلت على الماجستير بتاريخ العلوم عند العرب سنة 1991، وكان بحث الماجستير تبعها بعنوان الهندسة الإنشائية في مساجد حلب. بعدها حصلت على درجة الدكتوراه بدراسة علمية بحثية وميدانية عملتها بمدينة القيروان بتونس، وكان عنوانها دراسة مقارنة بين المساجد القديمة في حلب ومدينة القيروان في تونس. أغنت الدكتورة نجوى المكتبة العربية بكتير من الأبحاث والدراسات المميزة، وألفت بالتعاون مع الباحث محمد فؤاد عنتابي كتاب حلب في 100 عام وكتاب النقل الداخلي في حلب في القرن 20. من خلال تجوالها بمساجد حلب والقيروان واجهت الدكتورة نجوى مواقف طريفة، هاي المواقف جمعتها بكتاب سمته مكابدات لطيفة ومواقف طريفة. مثل ما قلنا، قدمت الدكتورة نجوى حوالي 35 بحث ودراسة علمية، وشاركت بعدد كبير من المؤتمرات والندوات وحلقات البحث العلمي. بس للأسف ما أسعفها الوقت والقدر لتتابع مشوارها العلمي الناجح بامتياز، فتركت مشاريع علمية غير منجزة، منها الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب. هذا الكتاب كانت تسافر مشانه وتاخد صور وتحط الشروح، وطبعت جامعة حلب هذا الكتاب بعد وفاته مترجم للغة التركية سنة 2009. توفت الدكتورة نجوى بحادث سير يوم الاثنين 9/2/2009 قبل بيومين من محاضرة كان مقرر أنه تلقيها، وكان عنوانها التطور المعماري للمسجد الأقصى وقبة الصخرة. وباليوم اللي كان مقرر إنها تلقي محاضرتها فيه، تشيعت من الجامع الكبير بمسقط راسة مدينة الباب بحلب، وهيك انتهت مسيرتها العلمية القصيرة نسبياً بس الغنية بالمؤلفات والأبحاث، واللي من أهمها الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، حلب في 100 عام، مساجد القيروان، النقل الداخلي بحلب في القرن 20، مكابدات لطيفة ومواقف طريفة في أحياء حلب والقيروان، وبالإضافة لكتب تانية تركتها قيد التحرير، ومنها الزوايا والمدارس الأثرية في القيروان، تاريخ العمارة الإسلامية، الرنوك على العمائر المملوكية في سوريا، النقائش بمدينة حلب في العصر العثماني، أبنية وشواهد قبور، الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب. خلال مسيرتها كانت نجوى عثمان عضو بالجمعية السورية لتاريخ العلوم، جمعية العاديات، الاتحاد العام للآثاريين العرب، هيئة تحرير مجلة هندسة، هيئة تحرير مجلة العاديات، رئيسة لجنة الدراسة الفنية لمشروع الأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب. وهيك انتهت رحلة الباحثة والأستاذة الدكتورة نجوى عثمان بعد ما تركت لنا مراجع غنية تتعلق بالفنون والهندسة الإسلامية بمدينة حلب،
ولنشوف من خلال هالمراجع قديش قدمت الدكتورة عثمان لمدينتها ولبلدها. بنات الشمس معي أنا أماني.